طبعا احنا الان موجودين هون في قصر الشيخ، امام قصر زعبيل، قصر الشيخ محمد بن راشد المكتوم حاكم دبي، ومعانا الدكتور كمال الحسيني رئيس مؤسسة سيدة الأرض. تفضل. تحياتي اولا، مساء الخير لهذه البلد التي اعتقد دون مقدمات اخذت طابع ملموس، طابع حقيقي، بانها تتمتع بهذا الرخاء وهذا الامن والسلام. هناك ملاحظات في هذا الاتجاه، ويجب أنا كهذه الوظيفة التي أتمتع فيها كمحاضر في التنمية البشرية في القيادة والتميز، أريد أن أذكر ثلاث نقاط مهمة. في وأحيانا بقول أنه ليس من الخطأ أن نوجه التشخيص عند رأس الهرم، لأنه أعتقد العمل الجماعي هو أقوى، لكن وإنما أرى هنا قيمة هذا الشخص اللي إحنا كمؤسسة يحضر شرف أنه قمنا بتكريمه في شخصية العام، يستحق ذلك. قرأت الكثير وعجبت في هذه الشخصية وفي هذه النظرة الثاقبة وفي هذه الرؤية التي يتمتع فيها هذا الشيخ، شيخ محمد بن راشد حاكم دبي، وأعتقد رئيس الوزراء أيضا. فلذلك ثلاث نقاط هي أنه هناك، هل في هناك إصرار في إدارة هذا الموضوع؟ هذه دبي التي أصبحت رابع مدينة في السياحة على مستوى العالم، هذا التأثير العالمي، وهذه يعني الكل يتوجه إلى دبي، أين السر بذلك؟ أعتقد نعم بأن هنا أقر وأعترف بأن السمكة لا تعطل إلا من رأسها ولا تخرب إلا من رأسها، فرأس الهرم إذا كان علم يرام فيكون جسد بشكل إيجابي وبناء. فهذا الشيخ يتمتع بهذه النقطة، أنه بصمته واضحة في هذه البلد، بصمة ملموسة حقا. وأنا أرى هنا في هذا القصر ليس فقط الجميل وليس فقط الرائع وليس التحفة معمارية وهذا الخضار وهذا النخيل وهذا الطاووس أيضا، هذه الحيوانات الطواويس، لكن إنما الأكثر من ذلك يا صديقي وإخوتي وأعزائي، هو أن هناك يعني نرى بأن الأمن دوما يكون سيد الموقف، وترى الخوف وترى بأن هناك ذعر، لكن إنما هنا لا نرى رجال أمن، إن دل على شيء أنه هناك طمأنينة من الداخل. إذن قبل أن تكون قائدا كن أمينا وصادقا وعادلا، فهذا ما هو الصدق، وهو نابع من أين؟ نابع من هذه الخلاصة، من العدل بلا أدنى شك. فأتمنى أنا بكل الحب وبكل الدعاء يعني بحجم السماء لهذه البلد أن تكون آمنة مستقرة دوما وحقا، وأرجو إلى هذا الرجل الذي أنا شخصيا أحترمه وأقدره، وندلع شيء دل أنه إحنا عندما قمنا بتكريمه ليس من فراغ، نرى فيه هذه الشخصية التي تستحق التقدير. مرة أخرى نعود بأن القيادة ثلاث، وثلاث مهم جدا، المثابرة والرؤية والانتماء، وهذا الرجل يتمتع فيهم بكل ما تحمل الكلمة من معنى. طوبى لهذه البلد، طوبى لك يا صديقي الرائع، أنا سعيد في وجودي في دبي، وأرجو الله القدير أن نلتقي دوما فيها، وستكون دائما لنا صولات وجولات. وأتمنى الله عز وجل لفلسطين السلام، وأتمنى إلى القدس أن تكون هادئة بكل ما تحمل الكلمة من معنى، لأن برضو نحن هناك نريد هذه الطمأنينة، ونريد حان وقت لشعبنا، حان وقت لشعبنا، يعني شعبنا يتحمل عبء والله لا يتحمله أي شعب من شعوب العالم، لأنه لا زال هو تحت الاحتلال. فمرة أخرى سلامي إلى الجميع، وأكيد لكم مني كل الاحترام والتقدير. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا للدكتور كمال الحسيني رئيس مؤسسة سيد الأرض على هذه الكلمات الطيبة أمام قصر زعبيل، قصر حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد المكتوم، حفظه الله إن شاء الله. شكرا. شكرا. الله يبارك فيك.